أخبار اليوم. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة معنا من فقرة الصحة والرشاقة في رمضان. النهاردة هيكون معنا كابتن طارق خيري، هيكلمنا عن نظام غذائي وتمارين صحية. تعالوا بينا النهاردة نشوف هيقول لنا. المشاهدين، النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وبرحب بكم في حلقتنا الجديدة اللي هي بتشرح وبتوصف الإصابة في الفقرات العنق نفسه. الفقرات دي بتتصاب من سوء الحياة بتاعت البني آدم نفسه. يعني عندنا الإنسان ممكن يقعد على المكتب يقعد موطي، فدي في حد ذاتها بتأثر على الفقرات بتاعت العنق، وده أخطر حاجة. وعندنا في حتى في سواقة العربية، القعدة بتاعت سواقة العربية عندنا غلط، ففي ناس بتلاقي الكرسي بتاع العربية مايل لورا قوي، في ناس بتلاقي كرسي بتاع العربية وقاعد منحني. كل دي حاجات ممكن تعرضنا لإصابات في حياتنا وإحنا في غنى عنها، إلا إذا عملنا الوقاية منها. والوقاية منها بشيء سهل جدا، يعني مش كبير. أولا الوقاية منها هيكون نحن نأدي بعض التمارين الرياضية الخاصة بالجزء دوت. ثانيا احنا نتلاشى القعدات الغلط في حياتنا، سواء قعدة مكتب سواء قعدة عربية، ونكون يقظين وفاهمين ايه حياتنا اللي احنا عايزين نعيشها بطريقة صحيحة. يعني انا قاعد مثلا في المكتب مش لازم اقعد منحني، لازم اكون قاعد مستقيم شويه لبعض الوقت عشان افرد العمود الفقري. ودلوقتي هنبتدي بيان عملي لبعض المشاكل والالام اللي بتجينا في الفقرات بتاعه العنق. اول حاجه بنعمل زي عمليه ليونه للفقرات بالكتف، بالدوران للخلف من وضع الوقوف، وبعدين العكس. وبعد ما اخلص بعمل الاسترتش بتاعي، وبعدين ببتدي ادخل في مرحلة التمرينات التخصصية لفقرات العنق اللي هي كالتالي. ببتدي احرك العنق من اليمين لليسار، والحركة بتكون حركة كاملة، ثم من اليسار لليمين، ومن أسفل لأعلى، ومن أعلى لأسفل. وكل دي التمرينات اللي تخص الفقرات العنق، وازاي نحن نعمل وقاية من الآلام بتاعته. وياريت بعد كده يكون احنا كل واحد فينا عارف ايه اللي يضره وايه اللي ينفعه، ويعمل اللي ينفعه ويبعد عن اللي يضره. والف شكر، وان شاء الله نلتقي بكم في حلقة تانية. تبقى انتهت حلقتنا، لكن ما انتهتش لقاءاتنا. انتظرونا ولقاء جديد على موعد مع الصحة والرشاقة. كونوا معنا.